دوت تكملة الفيديو اللي فات، اوكي، اللي هو عن مسامية الشعر. الفيديو اللي فات اتكلمنا ازاي تعرفي اذا كانت شعرك مسميته عالية ولا مسميته منخفضة، تمام. دلوقتي هنعرف مين اللي عايز يتعالج ومين اللي مش عايز يتعالج، تمام. طبعا اكيد اكيد الشعر مسميته عالية هو الشعر اللي لازم يتعالج. ليه؟ لان زي ما قلتلكوا هو نوع شعر بيفقد ترطيب المية بسرعة، شعرك بيتبخر منه المية بسرعة جدا، فده زي الزرعة لو انت ما سقتهاش مية هتتقطم، شعرك نفس الحكاية بالظبط، تمام. فالناس اللي مسمية شعرها منخفضة، خلاص انت حافظي على شعرك وابعدي عنه الاستشوار والبروتين والكلام ده، وشعرك زي الفل وهيطول وهياخد لمعة حلوة، الا اذا كان بقى بروتين عالي دوت هنعمله برضو فيديو لوحده، تمام. نيجي بقى للبنات اللي مسميه شعرها عاليه، هنعمل ايه؟ احنا بنعاني جدا جدا من مسميه الشعر العاليه، ودوت السبب الاساسي ان شعرك ما بيطولش، تمام. لاني زي ما قلت لكم قبل كده، انت لو حطيتي صبغه هتلاقي شعرك بيطول عادي من هنا، بس من تحت ما بيبانش الطول علشان شعرك بيتقطع كل شويه من قله الميه اللي فيه، فبالتالي بتقطع، فالطول مش هيبان طول ما هو بيتكسر، يعني كل ما يطول شوية يقوم متكسر من تحت، فمش هيطول. ايه هي العناية بالشعر اللي مسميته عالي؟ اول حاجة تبعدي تماما عن الشامبوهات اللي بترغي كتير قوي. خليكي في الشامبوهات الطبية، وكل اسبوعين لازم تستخدمي شامبو اللي فيه كلوريد صوديوم عالي. معنى ايه؟ معنى ان احنا نبعد تماما على الشامبوهات اللي فيها كلوريد الصوديوم عالي، تمام. ولو عايزه، لو امكانياتك هي اللي ما فيهاش كلوريد الصوديوم عالي تبقى اغلى، لو امكانياتك ما تسمحش انك تجيبي حاجه غاليه او عاليه، هتعملي ايه؟ هتمسكي الشامبو، هتحطي شويه على ايدك الشامبو العادي اللي فيه كلوريد الصوديوم عالي، اوكي، وهتحطي ميه عليه، وتركزي بس على الجذور، تخليش شعرك ينزل عليه الشامبو، ينزل على بقية شعرك من تحت، تمام. لان اوريدي الشعر اللي بيطلع جديد بيبقى صحي وتمام وزي الفل وكل حاجة كيرلي، دي طبيعي، تمام. دي مش مشكلة، ده مش ملهوش علاج، ده ملهوش علاج. عايزين نعالجه هو الشعر المقصف اللي بيتقصف على طول. فهتحطي الشامبو اللي فيه كلوريد الصوديوم عالي، هتحطيه بس على فروة راسك من فوق بس، وانتي بتشطفيه ارفعي بقية شعرك لفوق، اوكي، واشطفيه عشان الشامبو لما ينزل على طول، مش على شعرك، لا، ينزل على طول على جسمك وكده، تمام. خلي الميه تنزل من غير ما تلمس اطراف شعرك، تمام. ودي احسن، على فكره دي احسن طريقه، انا بحب الطريقه ديت عن شامبوهات ما فيهاش كلوريد الصوديوم. ليه؟ انا عن نفسي بحب الشامبوهات اللي فيها كلوريد الصوديوم. لو طبقت الطريقه اللي قلت لكم عليها، ان انا وانا بشطف شعري ارفع شعري كله لفوق، بحيث ان الحته بس اللي فوق الفروه بس هي اللي تتغسل كويس من الشامبو، والرغوه ما تنزلش على الجذور، تمام. ليه؟ لان طبيعه الشعر، احنا معظم الناس اللي عايشه في مصر بشر، عشان الحراره العاليه وكده، فبشرتنا وفروه راسنا دهنيه، تمام. فتراكم الدهون، الشامبوهات الطبيه مع تراكم الدهون، الشامبوهات الطبيه ما بتشيلش الدهون اللي في فروه راسك، مع تراكم الدهون على فروه راسك هتعملك التهابات حاده على فروه الراس، تمام. وممكن الالتهابات الحادة دي تؤدي الى ضعف البصيلة، ضعف البصيلة ان هي تحتفظ بالشعراية نفسها من كتر الالتهاب اللي فيها، فبالتالي شعرك هيقع من الجذور نفسها، وديت اصعب طريقة علاج، اصعب علاج هو علاج الشعر اللي بيقع من الجذور، تمام. فانا عن نفسي بحب الشامبوهات اللي هي اللي بترغي حلو قوي، بس زي ما قلت لكم هرجع تاني اقول عشان بس المعلومة توصل، ان شعرك ترفعيه كل اللي فوق. دي اول حاجة. تاني حاجة الترطيب. الترطيب مش انك تشربي مية، تمام. ترطيب ان تغرب الموضوع ده، بس ترطبيه بحيث انك تبليه كتير مية، تمام. وبعد ما تبليه مية تكتمي المية جواه بزيت. زيت زي ايه؟ زيت الجوجوبا، زيت جوز الهند، حلو جدا جدا جدا. يعني انت مش عامله شعرك دلوقتي، انا دلوقتي عامله شعري، فمش حلو انك تحطي عليه زيوت وكده. انت مثلا قاعده في البيت وعايزه تعالجي شعرك، هتعملي ايه؟ دايما تروحي ماسكه الاطراف، اوكي، وتبليها، تبليها بميه، وتكتميها، تكتميها بطبقه من الزيت، طبقه مش 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 مش, مش يعني كميه زيت كبيره، لا، يعني هي طبقه حاجه صغيره كده من زيت جوز الهند، احسن زيت بيحتفظ بالميه في الشعر. فانت
هتمسك الحته اللي تحت، اكتر حته عندك مقصفه مثلا واكتر حته فيها مسامات الشعر عاليه، هتشطفيها بالميه وهتحطي الزيت تمام، وهتطبطبي كده بحيث ان هو شعرك يحافظ على الرطوبه اللي فيه تمام. فبالتالي يعني سرحتي، نمتي من غير ما تربطيه كويس ما يقصفش تمام، لان برضو انتي لما بتنامي وانتي مش مضفره شعرك مثلا او رافعاه كله لفوق لما كحكه وكده هيقصف معاكي تمام. فدي تاني حاجه، دايما ترطبي شعرك وتحطي له طبقه زيتيه او ليف ان، ده حاجه تانية هنتكلم عليها بعدين. تالت حاجه طبعا نبعد عن البروتين، واحنا دلوقتي نعتبر في فتره علاج والاستشوار وكده. الاستشوار لما تيجي تعمليه حاولي تقللي درجه الحراره على قد ما تقدري تمام، لو من النوع اللي بتعمليه كتير يعني، اما يعني كل فين وفين وعندك مناسبه لاعلي درجه الحراره عادي، علشان بيبقى في فرق كبير قوي ما بين انك توطي درجه الحراره. يعني انا عامله شعري دلوقتي بدرجه حراره منخفضه جدا، بتحسوه شويه هايش كده ومش حلو، يعني مش زي ما بتعمليه عند الكوافير وكده. ليه؟ عشان انا مقلله درجه الحراره. تالت حاجه زي ما قلنا، تالت حاجه ان احنا نقلل الاستشوار، ولو حبينا نعمل استشوار نعمله على درجات حراره منخفضه، ونشتري بقى الحاجات اللي هي سيرم مضاد الحرارة، اسبريهات المضادة للحرارة، برضو الحاجات دي برضو هتفيدك، يعني هتساعدك انك تمنعي ان مسامات الشعر تعلى وشعرك يقصف اكتر تمام. رابع حاجة، حمات الكريم ثم حمات الكريم ثم حمات الكريم تمام. ولازم تتعودي دايما تعملي حمات كريم، تتعودي يعني تنسي، يعني اهم حاجة بعد ما سميت شعرها عالية وعايزة شعرها يطول، اهم حاجة تهتمي بالجذور بالاطراف، ما تجيش دعوة بالجذور، الجذور كده كده هتطلع تمام. لو انت واحدة بتتغذي كويس، لو انت واخدة فيتاميناتك حلو قوي، شعرك اوريدي هيطول من فوق من الجذور تمام. انت بقى مشكلتك الاساسية بتبقى في الاطراف نفسها تمام. تالت حاجة والرابع حاجة مش فاكرة، هنهتم جدا بحمامات الكريم بس. فهنعمل حمامات كريم كتيرة جدا جدا للشعر، ممكن 3 4 مرات تمام، اللي هو تحطي بلسم وهتحطي زيت على يعني هتجيبي طبق تحطي بلسم، وهتحطي زيت جوز الهند، يعتبر من احسن الزيوت اللي بتحافظ على ترطيب المية في الشعر، وانصحك بيه امتنان اوكي او زيت نيفرتاري. انا بفضل نيفرتاري، هما الاثنين تحفه، بس الفرق الوحيد ما بين الاثنين ان هو نيفرتاري من غير ريحه. انا الريحه بتاعه جوز الهند بتتعبني جدا، بتبقى قويه قوي وبتتعبني بصراحه، يعني ما بقدرش استحملها. هو ده الفرق الوحيد، هو ده الفرق ما بين الاثنين بس الاثنين حلوين جدا، امتنان ونيفرتاري تمام. وهتبلي شعرك وهتحطي عليه الماسك، ده يعتبر ماسك بقى، بلسم او حمام كريم او جوز الهند، واي يعني يفضل برضو عشان في زيوت بتنشف الشعر وفي زيوت تانية مش بتنشف الشعر، فخليكي اضمن حاجة في زيوت اللي هي بتطري وحلوة جدا للشعر، اللي هو زيت جوز الهند والجوجوبا والارجان، بس هما دول. اما الزيوت التانية او زيت اللوز الحلو تمام، اما الزيوت التانية زي زيت الخروع تمام، فده بينشف الشعر جدا جدا جدا. فانتي لو حبيتي تحطي حاجة تكثف شعرك، يعني انت لو عايزه تستخدمي الخروع عشان تسمعي ان هو زيت حلو جدا للشعر، فانا انصحك بس تستخدميه على فروه راسك بس، ما تحطوش على شعرك نفسه. حته ان شعرك خلايا ميته، الكلام ده مش صح ابدا. انا طول عمري بتعامل على شعري مع شعري على انه الخصن نفسها على انها ان هي ميته زي ما بيقولوا، بس لما اكتشفت حقيقه مسامات الشعر والعاليه والمنخفضه غيرت لي شعري تماما، خليته فعلا يطول، واعرف ازاي اهتم بيه واعرف اختار المنتجات المظبوطه لشعري. هنيجي بقى لحاجه اسمها ليف ان، وده اهم حاجه في مسامات الشعر عشان تحسني. بص، مسامات الشعر مش تتعالج بس، ممكن تعملي الطرق اللي قلت لك عليها دي علشان ما تقطعش شعرك ما يتقطعش، يبقى اوكي مسامياته عاليه بس مش من النوع اللي كل شويه ان مساميه عاليه يتقطع ويتقصف طول الوقت تمام. فخدي بالك من الحته دي قوي. فمفيش حاجه بتعالج مسامات الشعر العاليه، خد بالك من الحته دي كويس جدا تمام. احنا بقى عايزين نحافظ على الشعر اللي مسميته عاليه، ده ملهوش علاج بقى، فاحنا لازم نحافظ عليه. نعمل له ايه؟ هنختار كريمات للشعر اللي هي عامله ازاي، اللي هي لزجه، اللي هي عامله ملمسها عامل زي الفازلين، عارفين الكريمات ديت، تحسيها عارفه الكريمات القديمه برضو كانت ملمسها عامل زي ملمس الفازلين، الكريمات التقيلة مش الخفيفة قوي للشعر،
ديت الكريمات اللي انت تستخدميها لشعرك. تمام، الكلام ده طبعا لو انت مش هتعملي شعرك ايه، احذري 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 انك تعملي شعرك، انك تعملي شعرك وهو محطوط عليه زيت او كريم، دي كارثة. ممكن بعد ما تخلصي تحطي تنتوفت كده بس، وهو وانت يعني يبقى فيه زيت وتعملي شعرك، دي هتعملك حريقة في شعرك، فخدي بالك جدا من الحتة دي. فاحنا لما نيجي هنختار، هنختار الكريمات اللي ملمسها عامل زي الفازلين، مش الكريمات الخفيفة. وفي كريمات او في ليف ان، الفرق ما بينهم ايه؟ الليف ان تحطيه على، يفضل يعني هي الليف ان عامل زي البلسم اوكي، بس بتحط بعد ما تخلصي شاور، مش لازم تشطفيه، بتحط والشعر بيبقى مترطب. اما الكريمات عادي ممكن تحطيها شعرك مترطب او مش مترطب عادي. تمام، الليف ان برضو لو هتختاري ليف ان، هتختاري ليف ان اللي هو الملمس بتاعه بيبقى تقيل. تمام، هتحطيه وشعرك مندي، دي احسن حاجه، احسن حاجه دلوقتي للناس اللي شعرها كيرلي او عايزه تحافظ على شعرها من انه يتقصف، انك تستخدمي ليف ان بعد الشاور. تمام، لو مسامية عالية لازم تتأكدي المادة نفسها بتاعت الفازلين تبقى تقيلة. معرفش نمرة كام الصراحة، بس حاجة كمان بتعالج الشعر اللي هو زيت الأرجان. زيت الأرجان بيعالج الشعر، مش بيقلل المسام زي ما قلتلكو، مفيش حاجة بتقلل المسام زي مسام البشرة، مفيش حاجة بتقللها أبدا برضو. فأنتي خدي بالك ان مسام بشرتك يكبر أكتر. تمام، فاحنا الحتة ديت لازم تاخدي بالك منها، بس مفيش حاجة بتصغر مسام الصراحة، يعني عشان ايه الواحد يبقى صريح، ما تخليش اي حد يضحك عليك يقولك تعالي صغرلك مسام بشرتك والكلام ده، ما بيحصلش. ممكن مع الوقت انك تتجنبي حاجات معينة البشرة تعالج نفسها نفسها. المهم ده موضوع كبير ممكن اتكلم عليه في فيديو، في فيديو تاني. بس طول ما انت قاعدة حطي زيت ارجان على شعرك وقعدي اعمليه كده، بيعالج الشعر نفسه لانه جزيئاته صغيره جدا. الزيت الوحيد يعتبر الجزيئات بتاعته من اصغر جزيئات الزيوت، فبالتالي بيدخل جوه الشعرايه نفسها وبيعالجها. تمام، بيديها تغذيه فهتقويها اكتر، هتقوي الشعر اكتر. فانتي يستحسن دايما انك تجيبي زيت، هو الارجان غالي، يعني الحاجة الغالية بيبقى قيمتها فيها بصراحة. انا دايما بصدق المقولة دي، الا حاجات معينة يعني ممكن تبقى رخيصة وجودتها فيها عادي. تمام، فطول ما انت قاعدة حطي زيت الارجان، انا بفضل احسن زيت ارجان سعره حلو، هو زيت نيفرتاري. نيفرتاري يعتبر من احسن الزيوت زيت الارجان. تمام، اللي بحس ان هي اصلية هو زيت نيفرتاري بس، فانا جربت برضو زيت ارجان كتير، بتعرفي ان هي اصلي مش او مش اصلي عن طريق الملمس والريحة، ملمسها خفيف جدا جدا، تحس انك بتحط يعني حاجة زي المية، قريبة من المية كده. تمام، وغير كده لونه بيبقى فاتح قوي، غير كده ريحته لا تذكر، يعني ما تحس ان ريحته خفيفة جدا جدا. الحواج احذروا، زيت ارجان الحواج، الحواج محبتوش خالص. بس فعلى فكرة انا مش اي حاجة بعملها سبونسر او حاجة، يعني عشان انا بتكلم منتهى الصراحة، والله لو حاجة مش عاجباني ودفعولي فيها فلوس دنيا انا مش هعمل عنها حاجة يعني. فانتي زي ما قلتلك طول ما انتي قاعدة رشي، يعني حطي بخيتين كده زيت ارجان وقعدي ماشية على شعرك علشان يعالج لك شعرك. في حاجة كمان اوكي اسمها اولابليكس. اولابليكس ده عمل ثورة في عالم منتجات الشعر. تمام، هو غالي، هو ب800 وشوية. ده بيعالج الشعر حلو جدا جدا جدا، فانصحك بيه بسرعة. ده ممكن يقلل لك دوت، ممكن يعني ممكن المنتج الوحيد اللي ممكن يقلل لك شوية من مسميات الشعر العالية، بس هيقللها لك حاجات خفيفة يعني، وهيقوي لك الشعر بحيث ان هو ما يتقطعش بمنتهى السهولة. ما اعرفش هو بيعمل ايه في الشعر، بس بيربط جزيئاته مع بعض بحيث ان الشعر يبقى صعب ان هي تتقسم. فيعني هو بصراحة سعره فيه، ولو هتحوشي الأولابليكس ده ثورة في عالم الشعر. برضو حاجة كمان، دايما حاتي منتجات التقيلة على الشعر. تمام، بس هتحطيها على الجذور، يعني مثلا لو بلسم ملمسه يبقى تقيل، حمام كريم ملمسه تقيل، الحاجات دي كلها لازم تحطيها في عين الاعتبار يعني لما تيجي تشتري اي حاجة للشعر. طبعا حاجة كمان، قص الشعر
بس لو انتي عايزة تقصي شعرك هاتي حاجات تحفز نمو الشعر، تمام؟ لان انا ما بحبش اقص شعري، لان لو انتي زي ما عملتي زي ما بيقولوا كل 3 شهور تقعدي تقصي الاطراف وكده، فلازم في المقابل انك تحفزي شعرك ان هو يطول قوي. مش عارفه نمره كام برضو حته المنتجات اللي فيها سيليكون، ليه؟ لانها بتعمل طبقه على الشعرايه. كنت اتكلمت قبل كده على حمام كريم اسمه سيليكون ماكس تقريبا، مش فاكره اسمه بالظبط. حته المنتجات دي ما تخافيش، وما تخافيش وانت بتشتريها، ليه؟ لان المنتجات اللي فيها سيليكون بتعمل طبقه على الشعرايه نفسها، بتغلف الشعرايه، وبالتالي هتحميها، تمام؟ هتحميها من اي عوامل خارجيه ممكن تاثر على الشعر نفسه. فمهم جدا انك تجيبي منتجات فيها سيليكون، وفي سيليكون ماكس ده حلو جدا للشعر، حلو جدا جدا يعني، عجبني. وكمان ميزته كمان ان انا بعمل دايما درجه حراره، الا في المناسبات يعني، بعمل درجه حراره شعري بدرجه منخفضه. فلما بحط سيليكون ماكس اوكي على شعري واعمله على درجه منخفضه، بحس ان شعري معمول كانه معمول على درجه حراره عاليه. فاهمين قصدي؟ كاني يعني واخده اعلى درجه حراره من الفيل على شعري، حطها على شعري. فدي حاجه حلوه جدا برضو في موضوع السيليكون. فالسيليكون مهم جدا برضو البنات اللي مسميه شعرها عاليه، والترطيب، ترطيب الشعر يعني، هاتي بخاخ اوكي، حطي فيه بلسم، وحطي فيه زيت ارجان وزيت جوجوبا، وممكن تحطي جوز الهند، تمام؟ اقعدي رجيه، وطول ما انت قاعده بقى اقعدي رشي شعرك بقى، مش عامله شعرك او حاجه، اقعدي رشي بقى على شعرك بقى شويه كده، تديله ترطيب، ودايما دايما رطبيه بالطريقه دي. هنراجع سريعا بس عشان ما ننساش. اول حاجه الشامبو يكون يا اما طبي اللي هو فيه كلوريد صوديوم قليل، يا اما هتركزي بس على فروه راسك، تمام؟ تاني حاجه ترطيب الشعر حلو جدا جدا، سواء بحمامات الكريم اللي لازم تعمليها قبل الشاور او بعد الشاور، بانك تستخدمي كريمات او زيوت فيها ماده زي ماده الفازين تبقى تقيله وسميكه على الشعرايه كده، عشان تحفظ يعني ايه، تقفل تسد المسام بتاع الشعر كده، بحيث ان هي تحفظ الميه ما تتبخرش منه بسهوله، تمام؟ هنقلل الاستشوار والبيبيليس، ولو عايز تعمل استشوار او من النوع اللي دايما شعرك لازم يتعمل له استشوار وكده، درجه حراره منخفضه جدا. وهنحط قبليه السبريهات بتاعت المضاد للحراره او السيرم، نفس الحكايه المضاد للحراره. طول ما انت قاعده رطبي شعرك بانك دايما تمسكي تعملي بخاخه كده اوكي، وتقعدي تحطي فيها الزيوت المهمه اللي هي الارجان والجوجوبا، ولو حابه زيت اللوز وجوز الهند، واشتريهم اما من نيفرتاري يا اما من امتنان او ابو عوف، حلو جدا برضو ابو عوف. وهم دولت اضمن 3 حاجات، او اضمن، انا اضمن لك ان دولت احسن 3 اماكن بتبيع زيوت في مصر، تمام؟ فهتحطيهم في ازازه ومعاهم معلقه بلسم او يستحسن ليف ان. وهتقعدي كل شويه بقى، ما انت قاعده بقى زهقانه بقى او حاجه، هتقعدي بقى ترشي شعرك بالحاجات دي، تمام؟ مهم جدا انك تجيبي برده زيت الارجان ده، مهم جدا. اولابليكس برده مهم جدا جدا، ارجان على طول، الارجان مش هيزيت لك شعرك يعني، طول ما انت هتحطي ارجان دي حاجه كويسه لشعرك، تمام؟ فما تخافيش ان هو شعرك يزيت لما بتحطي ارجان، دي برده حاجه من الحاجات اللي ممكن تعالج شعرك، تمام؟ هتجيبي منتجات برده فيها سيليكون، السيليكون ده بيعمل طبقه زي ما قلت لكم، بيحافظ على رطوبه الشعر، حلو جدا. هو دوت الفيديو المخصص عن ازاي تعالج الشعر المسميته عاليه. الفيديو اما الناس اللي مسميتها منخفضه، ف تقريبا معظم المنتجات الموجوده في السوق دلوقتي للشعر اللي مسميته منخفضه، تمام؟ ف بلس حلو جدا للبنات اللي شعرهم مسميته منخفضه، لانه مش تقيل، مش تقيل للشعر، مش بيحفظ الرطوبة قوي للشعر. بس واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد عن ايه هو بروتين الشعر، وازاي نتخلص من بروتين الشعر، وتعرفي ازاي اذا كان شعرك بروتينه عالي